السلام عليكم يا ثالث، كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله في مادة التربية الإسلامية رح نبدأ في الدرس الثالث وهو سورة الأعلى. طبعا الدرس مجزأ يا ثالث لقسمين، سورة الأعلى اليوم سنأخذ الآيات من 1 إلى 13، في الحصة القادمة سنكمل المتبقي. لنبدأ يا ثالث في أول الآيات في الجزء الأول ونقرأه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. صدق الله العظيم. سأعيد القراءة مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. صدق الله العظيم. تحدثت الآية يا ثالث عن مجموعة من المعاني لنأخذها معا. فسوى وتعني فأتقن، الذي خلق فسوى أي الله تعالى خلق فأتقن. قدر فهدى أي أرشد كل مخلوق لما ينفعه. قدر فهدى أي خلق كل شيء وأرشد كل شيء إلى الشيء الذي ينفعه. غثاء أحوى، غثاء أحوى أي فجعله غثاء أحوى أي عشبا يابسا يا ثالث. تتحدث الآيات يا ثالث ويذكر الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يذكر لهم يا ثالث بعض مظاهر قدرته ونعمته عليهم، إذ خلق وهدى وأنبت الزرع، وأن عليهم تسبيح الله تعالى وشكره على هذه النعم. أي يذكر الله تعالى يا ثالث بعض من نعمه من خلق ومن هداية ومن إنبات زرع، وأن على الناس يا ثالث شكر الله تعالى على هذه النعم. كما ذكر الله تعالى يا ثالث لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يذكره بنعمة إنزال القرآن الكريم عليه. ذكر الرسول بنعمة إنزال القرآن الكريم عليه وتبليغه للناس وتيسير أمر الدعوة إلى الله تعالى. وهذه الدعوة يا ثالث يقبلها من شرح صدره يا ثالث للإيمان، ويعرض عنها الكافرون. إذن ذكر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه القرآن الكريم وبعثه لتبليغ رسالته ودعوته، وأن الدعوة هذه ينشرح صدر المؤمن لها ويتقبلها ويعرض عنها الكافرون. انظر يا ثالث إلى النشاط أمامك، تظهر هذه الصور قدرة الله تعالى في الخلق. سنكتب من سورة الأعلى آيات تحدثت عن هذه الصور. في الصورة الأولى الذي أخرج المرعى، أما في الصورة الثانية الذي قدر فهدى أي أرشد كل مخلوق لما ينفعه. الذي قدر فهدى. ننتقل يا ثالث، اختبر معلوماتي. السؤال الأول، اكتب الآيات الكريمة في المكان المناسب. سبح اسم ربك الأعلى، ماذا؟ الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى أيضا. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى.
إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. السؤال الثاني يا ثالث، أصل بين كل كلمة من الكلمات في العمود الأول والمعنى المناسب لها في العمود المقابل في العمود الثاني. قدر فهدى، أي أرشد كل مخلوق لما ينفعه. غثاء أحوى، أي عشبا يابسا. فسوى وتعني فأتقن. استخرج من الآيات نعمتين من نعم الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. نعمة الخلق، أي خلقنا الله تعالى، وأيضا إنبات الزرع هي من نعم الله تعالى. هكذا نكون انتهينا يا ثالث من درس سورة الأعلى، الآيات الكريمة من 13، من 1 إلى 13. في الحصة السابقة سنأخذ الآيات من 14 إلى 19. يعطيكم العافية.